بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الأرحام المراد بهم الأقارب، كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات والأجداد والجدات، فإنهم ذوو الأرحام، وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله جل وعلا يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي احذروا الأرحام، اتقوا الأرحام أن تقطعوها. فصلة الرحم واجبة، وهي حق من حقوقهم عليك. قطيعتهم محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، فلهم حق عليك من جملة الحقوق العشرة مذكورة بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى آخر الآية. فصلتهم واجبة ومتأكدة في كل وقت، ولكنها في رمضان تتأكد زيادة لشرف الزمان، فيتواصل الأرحام في رمضان أكثر من غيره بالتزاور والسلام والاجتماع، لأن العبادة في رمضان ومنها صلة الأرحام أفضل من غيرها، أفضل منها في غيره. هذا وجه إدخالها في رمضان، لأن رمضان شهر الأعمال الصالحة وشهر الطاعات والقربات، ومنها صلة الأرحام. فالواجب على المسلمين أن يتواصلوا بينهم وأن يتزاوروا بينهم وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يزول التهاجر بينهم حتى لو كانوا غير الأرحام من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا عام في الأرحام وفي غيرهم، لكن في الأرحام أشد وآكد. فصلة الأرحام خصلة عظيمة من خصال الدين، وبها تقوى الأواصر بين الأقارب، وبها يحصل التعاون على البر والتقوى والتراحم بين الأقارب. وشهر رمضان يؤكد ذلك، لأنه شهر العبادات والقربات والطاعات، فهو يؤكد هذه القربة وهي صلة الأرحام. صلة الأرحام تكون بالكلام والمكالمة في التلفون أو في الجوال، بالسلام والتحية والدعاء والسؤال عن أحوالهم، تفقد أحوالهم. وتكون صلة الأرحام بالمال، بالهدايا وبالصدقات على الأقارب وغير ذلك، فهي متنوعة، وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فيتأكد هذا في رمضان أكثر من غيره، لأنه شهر تلين فيه القلوب وتصفو فيه النيات والمقاصد، فيتأكد صلة الرحم تتأكد في هذا الشهر أكثر من غيره، لا سيما قد يكون في بعض الأقارب حاجة، فصلته في رمضان
لأن شهر رمضان وقت الصيام ووقت الحاجة إلى الطعام أكثر من غيره، ليقوى بذلك على الصيام وليتضاعف الأجر للواصل، فصلة الأرحام في هذا الشهر أفضل منها في غيره، وإن كانت صلة الأرحام حق واجب في كل الشهور وفي كل الأزمنة، ولكن في شهر رمضان تتأكد هذه القربة، لأنه شهر البركات وشهر الخيرات، وقد يكونون محتاجين في هذا الشهر فيحتاجون إلى الصلة وإلى ما ينفعهم، فعلى المسلمين أن يواصلوا أرحامهم دائما وأبدا، وفي شهر رمضان آكد من غيره، على أنها لا تكون الصلة في رمضان خاصة، ولكنها تزيد في رمضان أكثر من غيره، لأنه شهر الحاجة وشهر الصيام والحاجة إلى ما يعين على الصيام وعلى القيام، فصلة الرحم في هذا الشهر مضاعفة أضعافا كثيرة، فتتأكد أكثر من غيرها في هذا الشهر لشرف الزمان ولحاجة الأقارب إلى الصلة والإعانة في هذا الشهر أكثر من غيره. فعلى المسلمين أن يتذكروا هذا، يتذكروا أرحامهم ويتفقدوا أحوالهم ويتواصلوا فيما بينهم لأجل أن تشملهم الرحمة في هذا الشهر المبارك. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.